في كلاجلا وفي حتات كثيره وفي ام درمان وكده، وشايفين النخبه النيليه وشايفين الحزب الشيوعي السوداني بالذات واتباع بتاع عبد الواحد اليو بي اف. يا جماعه ديل قالوا يا اخي الدعم السري يمرق من الخرطوم، الدعم السري كده بالعقل كده يمرق من الخرطوم يمشي، ان احنا نقول الدعم السري الموجودين على مستوى دارفور الموجودين على مستوى كردفان يجب انه يدخلوا داخل الخرطوم، لانه الخرطوم ده ما حق زول، الخرطوم ده ما حق ابو زول، عشان الناس بتغرر منو اللي بيكون قاعد ومنو اللي يطلع، لا الخرطوم ده ما حق ابو زول، ونحن بنقول لحمدتي الان انت ما افترض اخواتك الموجودين على مستوى الولايات دي ما افترض تجيبهم، اليوم يبدا ان احنا بننظفهم، يوم يبدا طبعا الناس بتاع كوراك بتاع شارع ده ما بيحلوا مشكله، ده ما بيجيب حاجه. اي زول يا جماعه الناس شيروا البزه، لانه انا شايف الشير تعبان جدا، شايف الشير تعبان جدا، واللي بيف ما انا ما بيرد لي زول للي بيف، لانه اللي بيف ما عنده قيمه اصلا، اللي بيف ما عنده قيمه. يجب ان انك انت تتكلم بانه الدعم السريع ما يمرق من الخرطوم ولا لحظه، يعني الشيوعيين اللي هو ناس الامتيازات التاريخيه النخبه السفويه الاجراميه وابناء الشماليه ونهر النيل دايرين تعملوا انقلاب، يعني مفتكرين نفسكم انتوا ناس مفتحين، لا لا الدعم السريع ما بيمرق من الخرطوم، الدعم السريع المفترض يقعد في الخرطوم، والخرطوم ده ما حق زول، يعني عشان تجي تخشوا الناس وتعملوا الكلام الفاضي ده. ونحن بنقول لكم من منطلق ثابت وثوره بتاعت وعي وتسحيح المفاهيم، نفترض الدعم السري ده يكون جزء اساسي، ما قلتوا يا حميد تدك ران قوى في الكيزان الليله ما لكم رجعتوا دعم سري يمرق من الخرطوم، يعني بعد ما انه حميد ثبت لكم الامن وثبت لكم البتاع الشيوعيين الليله جيتوا دايرين تعملوا لنا كرن كرن، انت قايلين الناس دي كلهم اليات ولا كيف يعني؟ الناس ثبتوا لكم الامن وقلبوا لكم نخومه الانقاص ودقوا لكم الكيزان، ما قلتوا دقوا لكم الكيزان الليله ما لكم بدبكوا الليله مالكم بتسرقوا الليله مالكم شغالين بشغل الوهم ده عشان احمد تي ما عارف الكلام الفاضي ده. الان احنا بنقول انه الناس دي ولا تطلع بالاكل كده يطلعوا يمشوا وين كده، احنا داير نودم لكم الشماليه ولا نودم وين كده، سؤال احنا بنسال الناس. يا جماعه شايف انه شير تعبان جدا من كل الناس دي، شير تعبان جدا، والشيوعيين الليله سائين لانه يا اخي الدعم السريع يطلع وبعد ذاك يعملوا انقلاب، لانه الحركات الكفاح المسلحه الوقوع سلام جوا بيجوا بيكونوا شركاء اساسيون في الدوله شركاء اساسيون في الوزارات، عشان كده الناس دي رافضينهم. انتوا مفتكرين نفسكم انتوا مفتحين براكم؟ والله لو مفتحين براكم نحن اللي هزيناكم من فوق، شفتها؟ نحن اللي هزيناكم من فوق، لانه انتوا شفتوا التحالف بتاع الدعم السريع والحركات اللي وقعت سلام، قلتوا لا احنا لازم نطلع الدعم السريع من الخرطوم وبعد ذاك نعمل الانقلاب وبعد ذاك، وطبعا دائما انتوا بتصوتوا في المال اكل ومفتكرين انه الناس الاخرين دي الاغبياء، ما في زول غبي، كل الناس دي عارفين، ونحن بنقول في ثوره الوعي وتسيير المفاهيم بنتشقن الظلام بالضوء، الكلام اللي انتوا بتضحكوا على الناس والكلام الفاضي ده زمنه انتهى، ونقول لكم باي 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 باي. الناس دي ما بتطلع ولا حتى جابكم ذاته نساء عبد الخالق الكون حزب الشيوعي، لو جاء ما بقدر يطلع الناس زي برا، هو ما له زمن، لكن لو قام ذاته من قبره ثاني عشان انه يطلع الناس زي ما بقدر. فعشان كده نقول لكم انتم نفترض الان يعني تنبطحوا للناس وتعترفوا بانه في ناس جوكم وبقوا شركاء اثاثيين معاكم في الثوره وبقوا شركاء معاكم في الفترة الانتقاليه، لكن لو دايرين تقلوا ادبكم ودايرين توروا الناس انكم انتوا شياطين، نحن والله قرود ذات نازلين من فوق، عشان ما تخشوا نفسكم ساكت، اسمعوا كلام ده كويس يا شيرين، القاعدين يتكلموا كلام الفارغ والقاعدين تعملوا لنا الكلام الوهمي ده، الناس شير البث ده يا جماعه، شايف البث ده تعبان جدا، البث تعبان جدا، لانه اليو بي اف طبعا قدتم واحد مع الناس عبد الواحد الهسي ضد السلام ده، قدتم واحد مع الشيوعيين، الشيوعيين ما قاعدين يستخدمون كدروع بشريه، الشيوعيين قاعدين ينفذوا بهم الاجنده بتاعتهم في الهامش، عشان كده طبيعي جدا انه يرفضوا السلام ويرفضوا الناس الهسي حاليا بشيطن في الدعم السريع بالذات اللي هم اتباع بتاع عبد الواحد ديل واتباع الشيوعيين الموجودين على مستوى الخرطوم قاعدين يشيطنوا الناس. انا شايف اللايف ده تعبان جدا يا جماعه، الناس الراكزين الليله شايف شكلهم بكون مايو ديل كلهم هسي تلقى 15 نفر بس ديل ناس راكزين، ناس بكون جوا عامر شارع قاعدين يشوفوا، واما ال 100 ديل بكونوا كلهم جيرات بتاع اليو بي اف. الليله انا ما داير اتكلم فيكم يا اليو بي اف، نحن ما دايرين نتكلم فيكم الليله، يومكم بكره، يومكم بكره اليو بي اف، يومكم بكره انتوا وعبد الواحدكم السكران بندقكم بكره، الليله ده ما يومكم انتوا، الليله نحن دايرين ندق الجلاب الحقيقي، النخبه النيليه اللي اصلا دمرت السودان، الاصل ما عايز الاخرين يكونوا جزء منه، والان كده انتوا بس بكره وقعوا السلام، والله شويه ديل كما قلبوا السهم بتاعكم ضدهم، يعني بيكونوا ضدكم تماما، وبكره حيسيوا لكم وحيشيطنوكم، انتوا قايلين الناس دي صادقين؟ ديل ما صادقين، ديل مجرمين، ديل كذابين، شو عندهم؟ شو عندهم قاعدين
ممكن يشتغلوا في المال الاكر دائما، انه للشغل بتاع التغريب والكلام الكثير ده. الان انا شايف انه يا جماعه الشير تعبان، لانه البث ده يا جماعه لو المشاركات لو ما كثير البث ما بيمشي، لانه انا شايف بث ده يا جماعه مشاركات تعبانه جدا. الناس المفترض تعمل مشاركات مزيد من المشاركات عشان واليو بي اف طبعا ما بيشيروا ديل، ديل جايين هقدي بس شفتها. ونحن بنقول لكم القزيه والار يا الجبناء كويس، بنقول لكم القزيه والار يا الجبناء، ونحن معكم دائما يوم يوميا، نحن معكم في في في, في البث المباشر، ويوميا معكم في في في, في اللايفات، وهم تقدروا تعملوا حاجه. ونحن اللي جيناه هنا ده بنركب له اسنانه وبنتحره، لكن الزول الزول اصلا هو راجل الداري يواجهنا، نحن موجودين ممكن نديك البتاع بتاعتنا، لكن ما بتقدر تعمل حاجه. فانا بنقول انه شنو؟ بنقول انه الناس الموجودين القاعدين يا جماعه، احنا بنحذر طبعا اليو بي اف ديل بنحذرهم طوالي، بنوديهم الكوشه ولا بنتكلم معاهم كثير ذاته، لانه الناس ديل زي الانتي فايروس موجودين. اكثر ناس في الفيسبوك قاعدين اواطليه 24 ساعه تلقاهم في الفيسبوك، تطلع الساعه 100 بالليل، تطلع الساعه 2 بالليل، الساعه 3 بالليل تلقاهم موجودين. ليه؟ ناس اواطليه زمنهم كله يا جماعه. اللايف ده انا شايفه تعبان جدا، ما قادر افهم الحاصل شنو، لانه بكون ما فيه شير، ودائما اليو بي اف ديل بيجونا جارين وبجوا انه دايرين، يعني بقول انه انا طبعا لايف يا جماعه اللايف ده مضروب وبعدين تعبان جدا، مضروب وتعبان جدا، ما بيقدر يعمل حاجه يا جماعه اليو بي اف ديل. ونحن بنقول الدعم السريع ما بمرق، خلي دقيت رسينكم فوق السماء، خلي مشيتوا قال عملت شنو، ما بمرق من الخرطوم، ده حاجه واضح جدا لكل زول مفترض يعرفه. واي زول موقع انه الناس زي بيمرقوا يوم من الايام ما هيمرقوا تماما. ونحن عندنا رساله قويه جدا للحركات المسلحه والدعم السريع بالخصوص، انه الهسه حاليا الحربي بتاع اسوبيا وفشقه ما فشقه والجن احمر والكلام الفاضي الهاسل ده كله، الناس زي دايرين يدعفوكم دايرين النازل يشتغلوا بيكم سياسه لفتره زمنيه محدده، وبعد ذاك يضعفوكم وفي النهايه يضربوا بيكم الحائط ويرجعوا الى دوله بتاعت 54 سنه، دوله بتاعت 64 سنه، دوله بتاعت ابن الشماليه ونهر النيل، دوله الاصل ما فيها دوله اسمها وكلامي ده كويس، الدوله الاصل ما فيها ناس اخرين غير ابن الشماليه ونهر النيل، الدوله الاصل ما قاعد يسال الجميع، الدوله الاصل ما قاعد انه يعني يقبل كل المكونات السودانيه بلا اسم بلا عرق، والدوله الاصل يا جماعه ما قاعد الناس كلها زلت ان في ثالث ال 64 عام و 65 عام ازلوا كانوا معانين من الدوله دي، لانه الدوله ما فيها عداله، دوله ما فيها حريات، دوله ما فيه انه يا اخي تقسيم السلطه والثروه بالعداله. فعشان كده دايرين يرجعوا دوله 56 داك، والان شافوا انه الحركات المسلحه والدعم السريع بيناتهم في تحالف، عشان كده الشيوعيين تلو دايرين انه يشيطنوا الدعم السريع، والدعم السريع يطلع من الخرطوم وبعد ذاك شنو يحاولوا يطلعوا بانقلاب ثاني. بنقول لكم ده احلام بتاع يخزه، بنقول لكم ده احلام بتاع يخزه، والناس دي كلها جاهزه، والان قوه عسكريه متوازيه ما بتقدروا تعملوا حاجه، حركات بقواتها، دعم سريع بقواتها، الجيش موجود، كل القوات دي موجود، الان بقى قوه متوازيه، ما في زول ثاني بينحرف لنا بالسلطه بيقول لنا انا خلاص بس بيعلن انقلاب، لا لا الكلام الفاضي ده زمنه انتهى. الان نحن بنقول في ثوره بتاعت وعي وتصحيح المفاهيم بنتشعل الظلام بالضوء، والان القوات دي بقت قوه متوازيه، ما في زول بيقدر يعمل انقلاب ثاني، اي زول ولا لا الطرفين ما في زول بيقدر يعمل انقلاب. فعشان كده انتم مفترض تتراجعوا وتخلوا الابس اللي انتم فيه ده، وتقبلوا بالاخرين انه الان القوات بتاع حركات الكفاح المسلحه بتصل في الايام الجايه، والناس كلها بتكون على قلب رجل واحد، ما في حاجه اسمها لعب. والان ده الشيء المخطط بتاعتكم، كيف انه الدعم السريع يتحالف مع الحركات المسلحه، كيف انه الدعم السريع يجيب السلام، ده بس مشكلتكم القصدكم الاول والاخير، وقاعدين تسوقوا الناس على على الفاضي وعلى ده هزي، تلقى الناس بتاع ديل ذاته تلقاهم من وراء الاختيارات بتاعتهم تلقاهم شيوعيين بيلبسوا في الناس المشاكل عشان انها يعاولوا بقدر الامكان على الجوجوبيه والشارع. لكن احنا بنقول لكم يا شيوعيين، وبنقول لكم يا الباسعين، وبنقول لكم كل الصفوه المركزيه الطفيليه، الناس يا جماعه تشير البزه، لانه شايفين انه يا جماعه البث ده تعبان جدا، ما شغال البث ما شغال. ليه؟ لانه كلامنا ده حار جدا، ما بيحبوا. والان كتار من الناس من اولادنا، والله شوف اسمعوا كلامي ده كويس، لو ما حميت ده احنا ما جزء من السلام، الان احنا جزء من السلام، بنقول لكم لو ما حميت ده كان السلام ما جاء. رايكم شنو؟ رايكم شنو الناس اللي ما وقاتوا سلام؟ هل الشيوعيين ديل بيقبلوا بيكم انتوا؟ ما بيقبلوا بيكم اصلا، وبكره كده وقعوا سلام، بكره ده لو وقعتوا سلام مش الناس دي كلها ناس المركز ديل بحاولوا بقدر الامكان، اسمعوا كلامي ده كويس، ناس المركز ديل بوجهوا السهم بتاعتهم ضدكم تماما، سواء كان عبد الواحد ولا عبد العزيز ولا غيره. هوي انتوا لسه والله عايشين في الاصل، الناس الان في 2021 كويس، ناس في الاصل الحديث، لسه انتوا قاعدين لنا
في الافكار القديمه زمان داك، لا الزمان داك انتهى. الان زمن النيل يا اخي بدق الهامش بالهامش داك زمن انتهى. الناس جات ثوره بتاعت وعي وتصحيح المفاهيم بتشوي يعني الظلام بالضوء، ونحن بنقول في الهامش السوداني ليس كدروع بشريه، ليس كدروع بشريه، وليس تنفيذ اجنده بتاعت ارزقيه، وليس تنفيذ اجنده بتاعت مجرمين، وليس تنفيذ اجنده بتاعت شيوعيين، وليس تنفيذ اجنده بتاعت نخبه سياسيه عشان اننا نحن نتكاتل مع بعدين البعض عشان انه هم يكونوا قاعدين في السواد العازم في صنع القرار. الكلام ده يكون مرفوض، الكلام ده يكون مرفوض، والدعم السريع الان يظل يكون موجود بس داخل الخرطوم ابى من ابى وشاع من شاع. ونحن عندنا رساله بعد شويه يا جماعه، رساله حاره جدا لاخواننا ورفاقنا في الدعم السريع ورفاقنا في الحركات الكفاح المسلحه. يجب انه يعني اسمعوا كلامي ده كويس. الناس اللي بيقول لنا بتاع ده زمان، انت هتاخد بلوك في راسك يا اخي، تاخد بلوك في راسك. شفتها ده زمان سواقه بتاعت لعب بالقلع، واسي ده همتي كتلك همتي سواق، ده زمان ده زمان ده بيجي وكده يجي محاسبه. اسمع كلامي كويس، بعد ذاك الناس بتحاسب بعد، لكن ده زمان قال انه يعني تدق العب بالعب، ده زمان انتهى، زمان انتهى. خليه دقنا قال انتوا رايكم ايه؟ بحرككم وين؟ بحرككم وين؟ بالمناسبه جنجويد، ده جنجويد الكلام الفاضي ده، اسمعوا كلامي ده كويس. نحن بنديكم اي زول داري يعلق لنا كلام كعب هنا ده، نحن يا جماعه بنقط طوالي في فتيل، بنقطك في فتيل كيف؟ لانك ما عندك شخصيه. الناس يا جماعه تشير البث ده، لانه انا شايف البث ده تعبان جدا، وشايف انه في هجوم عنيف جدا بالذات للسفه دي. ما بتقدر لا يو بي اف لا ارزقيه بتاعتكم ولا حتى بتاع، عشان ما تعمل لنا الكلام الفاضي ده. نحن خلاص الدعم السريع احنا كعتاوة وبتاع بيمثلنا تماما، ونحن كغرابه يعني بيمثلنا تماما، لانه الجيش ما جيش بتاع جيش وطني، جيش بيسيطر عليه ابناء الشمالي ونهر النيل، هم اللي شايلين القيادات العليا. وتجي تقول لي جيش سوداني قومي، انت بتخش منه؟ ما بتخش زول. العدالة زمنه بيجي، العدالة بيجي زمنه تماما. ونحن بنقول يا جماعة الزمن تضرب الحائط بالحائط ده زمنه انتهى يا شماليين، وبالذات النخبة السفوية والشيوعيين بالذات. نحن بنقول لكم بتصوت في المالكر، ما قلتوا احنا تدي كران قوة في الكيزان، هسي مالكم؟ هسي ما دكران؟ هسي ما دكران؟ هسي ما دكران؟ جايين دايرين تشيطون الدعم السريع ويطلع من الخرطوم، يطلع يمشي وين؟ زول واحد ارتكب جريمة خليه يتم محاسبته ولو كانت من المعسسة. لكن احنا ما عندنا مشكلة انكم انتوا تعمموا المعسسة كامل، تقولوا ديل مجرمين، ديل ما عارف شنو والكلام الفاضي ده. وحتى القزية والار للجبناء بتاع انكم اليو بي اف وغيرهم والكلام الفاضي ده، نحن بنقول انه ديل الان اصبحوا عبارة عن ناس بينفذوا الاجندة بتاعت النخبة السفوية، بينفذوا الاجندة بتاعت مجرمين. الناس يا جماعة شايف اللايف ده تعبان جدا، لانه مو بكون الناس الراكزين يا جماعه ما جو، واللايف ده شايفه تعبان، لانه كلهم بكون فيه انجلات بدال اليو بي اف، ما بيحبوا زول، ما بيحبوا كلامنا ده، وكلامنا ده من صالحهم تماما يعني، لو دقوا راسهم فوق السماء ما بلقوا البديل. والله والله اسمعوا كلامي ده كويس. عبد الواحد ده ما هو كان بحارب مع البشير كم سنه، ياتي يوم انه الناس دي نفذوا له الاجنده بتاعته، ولا ياتي يوم انه نفذوا له مطالبه، ما في زول نفذ له مطالبه. لكن للاسف الشديد الان انتوا بتتكلموا عن انه يا اخي قضيه وكلام الكثير الفاضي ده، زمن انتهى. نحن بنقول الزمن انتهى، وكونوا تكونوا بس قاعدين كده شفتها ما بتنتجوا حاجه، وافكاركم الموجوده في راسكم كله بينتهي، ما في. والان عندنا رساله قويه جدا لاخواننا في الدعم السريع واخواننا في دعم الكفاح المسلح، ونحن كناس موقين السلام معروفين يعني بنعرف انه البسلحنا شنو والبدرنا شنو، فخلاص يعني الزمن بتاعت الزمن الفاضي والزمن بتاعت انه يا اخي بتسوق الناس ليبيا بالقلع، حسي ده لو الليله اسمعوا كلامي ده كويس. الدعوه بتاعت الزمن بتاعت انه يا اخي انت بتسوق الناس ليبيا بالقلع ونحن والكلام الكثير ده، نحن بنقول الزمن ده انتهى. تاني ما تدقوا الزول بالزول، تاني ما تخلقوا فتن بين الناس. الان الناس دي كلها عرفت الحاجه الحاصل شنو بالضبط، والحركات دي جات وقعت سلام مع بقول لك شنو، مع الدعم السريع، وفي تحالف كبير. مصعب مرحب بيك يا اخي، شيروا لنا اللايف ده، شيروا لنا اللايف ده، لانه اسم شنو اللايف ده ما شغال ذاته، لانه ما شايف في تفاعل، لانه معظم الناس هاخدين قلوبهم وسخان، ويا ريت يجوا جديد، ما عندهم جديد والله، ما عندهم جديد خير ما انه يكونوا قاعدين كده بس، وديل سجمانين. انتوا بتشيلوا الابره بتدقوا بينكم، هسه اذا لو بكره قال لهم قوموا ماري كمان دعم سري كذابين، ابو عبد الواحد ده كلهم بلبسوا طرح، كذابين ساكت ولا شيوعيين بقدروا بحاربوا، كذابين كلهم. هسه اذا الناس اللي هسه بتصفوهم بارزقيه وبتصفوهم بانهم ديل ما بيمثلوا الكلام الفاضي ده، ديل كانوا قاتلوا نظام البشير، كانوا قاتلوا اخر معركه، بنوريكم معركه وين؟ معركه جوز، معركه وادي حور،
كويس، ومعركة جوزونجو بتعرفوا المعارك ديل؟ عبد الواحد ما كان مش ربي في فرنسا زي ما الناس بيقودوا معارك، زي ما الناس كانوا قاعدين، هو ما كان بيشرب بيره في فرنسا، تاريخ النضال كله بيشرب بيره في فرنسا، واليوم بيفشل كنا تكتم تكتب، والله بكتم فيكم انتو ديل، بكتم فيكم انتو ديل، لانه ما عندكم اي حاجه، ولا عندكم رجاله ولا شراسه ولا بتقدروا